الشيخ صالح كثيرا ما يسأل العمال الذين يعملون أعمالا ساقة ولا سيما إذا كانوا في الشمس، يسألون هذا السؤال: هل يجوز لهم الإفطار؟ وبعضهم يفطر فعلا لكونه سمع من هنا أو هناك أن ذلك جائز. هل من توجيه كلمة عامة لو تكلمتم؟ لا يجوز الإفطار من أجل الأعمال الساقة ما دام أنهم ليسوا ممن ذكر الله في القرآن: المريض والمسافر والكبير الهرم والمريض المزمن والحائض والنفساء من النساء والحامل التي يضر الحمل بها أو بحملها أو المرضع التي يضر الرضاع بها أو بحملها، هؤلاء هم أصحاب الأعذار. أما شدة الحر مع كون الإنسان مقيما وصحيحا في جسمه إن هذا لا يبيح لهم الإفطار، وهذه مسألة يغلط فيها بعض العوام وقد يفتي فيها بعض من ليس عندهم علم وفقه في الدين ويتسرعون في أمر الفتوى، فهذا خلل عظيم. كما ذكرنا في جواب السابق أنه يجب الصيام مع شدة الحر، لكن لو قدر أن الإنسان في أثناء النهار وصل إلى حالة خطرة فله أن يتناول ما يزيل عنه الخطر ويمسك بقية يومه ويقف. أما إن ستر الله عليه وأكمل اليوم هذا هو المطلوب. ثم ننصح أيضا بأن يكيف الإنسان العمل مع الصيام ولا يكيف الصيام مع العمل، بأن يعمل بالليل مثلا في ليالي رمضان أو يخفف العمل حيث يعمل في وقت البردين في أول النهار وآخره ويستريح في وقت القيلولة ويستغل، أو يأخذ إجازة من العمل، يجعل لنفسه إجازة من العمل في شهر رمضان ويستغل بعد رمضان. فالمسلم يستطيع أنه يكيف عمله مع الصيام لأن الصيام فريضة والعمل له وقت آخر ويمكن معالجته وتخفيفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.